طالب بالجديد وليس طالب بالجديد وليس بالجديد. بالقديم. ليش شريط وجوه مش موجود بالأسواق وجوه الخليجية؟ تجربة لم تكن في أي شكل من أشكالها تجارية، فإحنا عملنا، هو عبارة عن معرض تشكيلي أقام الفنان من البحرين إبراهيم أبو سعد، ورافق المعرض نصوص مكتوبة مسبقا وبعضها مكتوب خصيصا من الشاعر قاسم حداد، وأنا دخلت معاهم مجبر لا بطل في هذا المشروع، واكتشفت بعدين أنه هو من أحلى المشاريع اللي دخلت لها، وشكرت قاسم وشكرت إبراهيم. مين أقرب الشعراء لمزاجك الفني من لا الشعراء اللي غنيته؟ طبعا عشان بس وجوه أختمه، أيه. لم كان في شريط على هامش المعرض كان يوزع بكميات بسيطة لحاضرين المعرض، ولم يطبع بشكل تجاري، إنما شريط وجوه موجود على الموقع عندي في الإنترنت لمن يحب أن يستمع إليه. من أقرب الشعراء إليك؟ كثير، أبرزهم. يعني أنا كنت أرتكب أخطاء كثيرة في قراءة الشعر، كنت أقرأ الشعر بالعود. نعم. بقصد التلحين. نعم. الآن أنا أقرأ الشعر قراءة بقصد الشعر، التعرف على الشعر. أقرأ كثيرا لقاسم حداد، لأدونيس. وأقرأ في الحالة أدونيس ضيفنا بعد أسبوعين، مش الأسبوع الجاي، اللي بعده. يا سلام. نعم، الشاعر العربي الكبير. تكون حلقة متميزة. نعم. وعلى فكرة وجوه كان بمشاركة أيضا كريمة من الأستاذ أدونيس، لأنه قرأ بعض القصائد، قصائد قاسم حداد قرأها أدونيس، فكانت مشاركة متميزة جدا يشكر عليها. سؤال